السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله راح ناخذ أنشودة باللغة الإنجليزية. طيب، قبل ما نبدأ الدرس يا ريت تخلينا الشاشة بالعرض، كمان تخلينا الفيديو على أعلى جودة. كيف تخلينا الفيديو على أعلى جودة؟ روحي على يدك اليسار في 3 نقط من فوق، اضغط عليهم وبعدين اختاري كلمة الجودة، أو ممكن تكون مكتوبة بالإنجليزي quality، اختاريها وبعدين اختاري 1080 أعلى جودة عشان يكون الخط باين عليك. طيب، سوي زي كذا بكل الدروس. وكمان لو تحبين تدخلين في قناة التليجرام، طيب، اللي ينزل عليها دروس صف سادس، راح تلقين رابط القناة تحت في صندوق الوصف. كمان يا ريت تسوون اشتراك للقناة لو انتم مشتركين، وتفعلون زر الإشعارات عشان الدروس كمان الجاية اللي بعد هذا الدرس يجيكم إشعار إنه هي نزلت. طيب، اليوم الأنشودة بعنوان clever robot. clever robot يعني الروبوت الذكي. listen and chant with actions. I have a little robot, the smartest ever seen. He washes my dishes and keeps the house clean. He bakes my bread and makes me a drink. He sits by the fire and gives me a smile. I have a little robot, the smartest ever seen. He washes my dishes and keeps the house clean. He bakes my birds and makes me a drink. He sits by the fire and gives me a smile. طيب، ننتقل للنشاط الثاني، point and read by yourself. راح نرجع نقرأ الأنشودة مرة ثانية ونفهم إيش معناها من خلال الصور. طيب، أول جملة عيديها وراي. الآن أبغاكم تعيدون وراي. I have a little robot. I have a little robot. يعني أنا عندي ريبوت صغير. The smartest ever seen. The smartest ever seen. أذكى ريبوت شفته. The smartest ever seen. He washes my dishes. He washes my dishes. ممتاز. طيب، أي هذه الجملة أي صورة تعبر عنها؟ طبعاً هذه الصورة تعبر عنها. He washes my dishes. يغسل الصحون. طيب، and keeps the house clean. And keeps the house clean. أي صورة تعبر؟ طبعاً هذه الصورة، يعني يبقي المنزل نظيف. And keeps the house clean. He bakes my bread. He bakes my bread. طيب، bird اللي هو الخبز. bird، خلاص؟ أي صورة تعبر عن هذا الكلام؟ هذه الصورة. bakes يعني يخبز. He bakes my bird. طيب، and makes me a drink. makes me a drink. طيب، أي صورة تعبر عن هذه الجملة؟ هذه الصورة، يعني يصنع لي عصير أو شراب. and makes me a drink. He sits by the fire. يجلس بالقرب من النار. And gives me a smile. يعطيني ابتسام. خلاص؟ يلا نعيدها آخر مرة. I have a little robot. The smartest ever seen. He washes my dishes. He keeps the house clean. He bakes my bread and makes me a drink. He sits by the fire and gives me a smile. طيب، لاحظوا معي هنا الأفعال: washes, keeps, bakes, makes, sits, gives. كلها تنتهي بإس. طيب، ليش تنتهي بإس هذه الأفعال؟ طبعا هذا الشيء أخذناه في الدرس السابق. لو ما شفت الدرس السابق شوفيه، موجود على القناة. طيب، روح القوائم التشغيل شوفي الدرس السابق عشان تفهمين. طيب، ليش الاس موجودة؟ لأنه الفاعل مفرد
كم ريبوت عندي أنا جالس أسوي هذه الأفعال؟ ريبوت واحد مفرد، وقلنا لما الفاعل يكون مفرد الفعل اللي يسويه لازم أحط له إس نهايته. washes, keeps, bakes, makes, sits, gives. واضح؟ إذا لما يكون عندي الفاعل مفرد أحط للفعل إس نهايته. طيب الحين عندي هذه الجمل لازم أحطها بالفراغات المناسبة. write each phrase in the right place, listen and check. يلا الحين عندي هذا الجمل، أول حاجة خلينا نرقم الجمل ونحط الرقم بالفراغ المناسب. يلا أول جملة عندي، أول جملة عندي she usually vacuums and cleans up، هي غالبا تكنس وتنظف. طيب الجملة الثانية feeds the fish and goes، تطعم السمك وتذهب. وين تذهب؟ نشوف. طيب three playing games and sitting، تلعب ألعاب الفيديو أو يلعب ألعاب الفيديو ويجلس. آخر جملة watching TV and eating، يشاهد التلفاز ويأكل. طيب يلا الحين حنحط الجمل هذه في الفراغات المناسبة، كل جملة ححطها في الفراغ اللي يناسبها. طيب نشوف أول وحدة what is the good helper doing now، ماذا يفعل المساعد الجيد الآن؟ قلنا helper بمعنى مساعد، good helper المساعد الجيد. ماذا يفعل المساعد الجيد الآن؟ عندي فراغ her room، her room. طيب her room معناتها غرفتها. أي وحدة مناسبة؟ إيش أقول؟ أقول تطعم السمك وتذهب غرفتها؟ ما تزبط. إذن إيش الجملة الصحيحة في الفراغ؟ طبعاً الجملة رقم واحد، أقول she usually vacuums and cleans up her room، هي عادة أو غالبا تكنس وتنظف غرفتها. طيب ننتقل الآن للجملة الثانية early in the morning or in the afternoon، what is she doing now؟ in the morning في الصباح، in the afternoon في العصر، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل هي في الصباح أو في العصر؟ she's فراغ a snack، snack يعني وجبة خفيفة. طيب إيش المفروض نحط هنا في الفراغ؟ إيش الجملة المناسبة؟ طبعاً الجملة المناسبة رقم أربعة watching TV and eating snack، and eating a snack، تشاهد التلفاز وتأكل وجبة خفيفة. ننتقل للثلاثة her room is clean، her chores all done، غرفتها نظيفة. chores الأعمال المنزلية كلياتهن done، done يعني تمت. طيب what is the good helper doing now، طيب إيش تسوي الآن؟ خلصت الأعمال حقت المنزل كلياتهن، إيش المفروض الحين تسوي؟ he usually، usually بمعنى عادة، usually عادة، فراغ shopping، shopping. طيب إيش المفروض أحط؟ ها هل ححط feed the fish؟ shopping يعني تسوق. طيب ولا حقول إيش؟ playing games and sitting، ولا إيش حقول؟ أي وحدة مناسبة، الثانية ولا الثالثة؟ طبعا الثانية feeds the fish and goes shopping، and goes shopping يعني تطعم السمك وتذهب للتسوق. طيب early in the morning or in the afternoon، what is he doing now؟ طيب he is فراغ back، the fish is full، his chores all done. خلاص إيش باقي لنا؟ طبعا حطينا واحد أربعة واثنين، باقي لي رقم ثلاث هي اللي راح أحطها هنا. he is إيش؟ he is playing games and sitting back، and sitting back يعني يرتب اللي هو الطاولة ويلعب ألعاب الفيديو. طيب إذا هذا هو الحل، يا ريت تكتبون الجمل بالفراغات المناسبة. أنا حطيت أرقام بس أنتم لا تحطون أرقام، أنتم اكتبوا ما الحل، خلاص اكتبوا ما الحل لا تحطون أرقام. طيب نهاية الفيديو المفروض أتقنتي هذه الهدفين. I can read the clever report chant by myself،
Two, complete what are they doing now and say it. أول هدف لازم تحفظين الأنشودة اللي تدربنا عليها في الصفحة السابقة. والهدف الثاني لازم إيش؟ Complete what are they doing now and say it. شفتي هذه الفراغات بعد ما كملناها المفروض تقرأينها. يلا الحين خلينا نقرأها سوا. What is the good helper doing now? She usually vacuums and cleans up her room early in the morning or in the afternoon. What is she doing now? She is watching TV and eating a snack. Her room is clean. Her chores all done. What is the good helper doing now? He usually feeds the fish and goes shopping early in the morning or in the afternoon. What is he doing now? في الصباح أو في العصر إيش يسوي غالبا؟ He is playing games and sitting back. The fish is full. His chores all done. ممتاز. The fish is full يعني السمك شبعان في هذا الوقت يكون خلاص في وقت العصر أو في وقت الصباح. وأعمال المنزلية كلها مسويها. طيب يعطيكم العافية، لا تنسون تشاركون أهم حاجة الدرس مع زملائكم، أوكي؟ شاركم الدرس ضروري جدا عشان كل الناس تستفيد وكل الناس وكل الطلاب اللي معاكم في مرحلة السادس ابتدائي يفهمون الدرس بشكل كويس. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.